سلام البنات، سلام خواتاتي وصحباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا هنا، انا راه كنسكن نقيس في الجلالب. ولا البنات، هنا راني دخلت لواحد المكازا كاينه هنا في جيليا البنات، حدا لاكومين. صراحة هاد المغربية هادي كتبيع، المهم كتبيع قفيطنات، جليلبات، كتبيع حتى الرومي، وكتبيع حتى لي زاكسيسوار، تتبيع السيكان، تبيع المهم ماكياج، كلشي. صراحة عندها داكشي زويون وبأثمنة مناسبة كيف ما كتشوفوا. هانتوما غادي تشوفوا معايا الجليلبات اللي عندها والقفيطنات، المهم داكشي ديال العيد وديال رمضان. هاد البنت البنات راه كاينه حدا لاكومين، حدا زيمان، تزيدي واحد شويه وكاينه المكازا ديالها في جيلي. الصراحه عندها داكشي زوين وباثمنه مناسبه. هانتوما البنات عندها الحويجات ديال المحجبات البنات العاديين، عندها مهم جليلبات كيفما تشوفوا معايا، السيكان راه عندها السيكان والروايح ديال لا مارك البنات، ماشي زعما. نشوفوا هانتوما الروايح غير هما باثمنه ارخص من لي ماكازا فين كنشريو داكشي، هذا هو الفرق. فوالا البنات، نخليكم على فيديو شوفوا شنو كاين. كيف ما كتشوفوا البنات، راه عندها حتى البزيط مات والسي ديال لا مارك، هانتوما مايكل كورس كاز عندها، مهم راه فري مارك ماشي زعما مزورين، وهي كتبيعهم باثمنه رخص من لي ماكازا ديال لي مارك. عندها الروايح والسي السيكان، مهم كلشي كلشي. فوالا البنات، نخليكم على فيديو. وشوفوا معايا القفيطنات هادو، صراحه عجبوني، عجبني هذا وعجبني هاد الخضيضر، هذا كيديروا 40 طوغ البنات هاد القفيطنات، المهم ديال هكا العيد ولا فنين.
زويونين، راه سامبل فيهم غير هكا هاد الحجيرات هادو، وفيهم الضريسات ديال الرندا، وعندها حتى سميتو جليلبات حتى هما. فوالا هاللوان اللي كاين البنات في قفيطنات هما هادو، كاين الخضيدار، كاين هذا البيج، كاين الخضر ناصع، وكاين الخضيدار بيستاج. القفيطنات البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا القفيطنات حتى هما صراحه زويونين. المهم ديال هكا اللي بغى يعير يلبس في العيد، ولا عير هكا شي حضاره خفيفه، شي عراضه ولا هادي، يقدر يلبس هاد الشيء هكا خفيف وزويون وما غاليش البنات، لان احنا هنا كنلبسوا الحاجه غير مره ولا جوج مرات صافي وكتحط، ما كنعاودوش نلبسوها. هانتوما البنات هادو ديال مبرا، هادو سخيخنين شوية. وهنا البنات هذه راها مكازا اخرى، ماشي نفس المكازا اللي فيلميت فيها في الاول. هذه حتى هي عندها داكشي زويون الرومي، المهم كلشي رومي، عندها السريولات، كسيوات، المهم الشورطات، كلشي داكشي ديال البنيات، وحتى ديال العيالات ولا البنات هكا المحجبات. هانتوما كتشوفوا هاد الكسيوات هادو، هذه راه حتى هي كاينه في نفس الشارع البنات، هي كتزيدي شويه كتلقاي هاد البنت حتى هي قالت لي يلا حلات، ماشي بزاف باش حلات. انا الصراحه ما كنمشيش لجيلي بزاف، ما كنعرفش شنو كاين، غير داك النهار مشيت ديت الاولاد يحسنوا وقلت حتى انا نضرب دوره هكا علين ما يساليهم الحسانه. والصراحه عاد شفت هاد المكازا والمكازا اللي قبل منها، هانتوما البنات راه كاينين حوايج زوينين الصراحه، بحال داكشي اللي تيكون في بروكسل. حنا كنمشيو حتى لبروكسل وشد قلب على البلاصه، وشي مرات ما تلقاش البلاصه وداكشي، ها هما كاينين الصراحه هنايا حدانا، وباثمنه مزيانه زعما. وهنا البنات راني دخلت عاوتاني هاد المكازا هادي ديال لي ميبل، راه ما فيلميتش فيها بزاف غير واحد شويه وصافي، مره اخرى ان شاء الله ونرجع لها لحقاش كنت مزروبه. هادي عاوتاني في نفس الشارع راه تفوتوا هاد المكازات بشويه تلقاو هذا ديال المغاربه، حتى هو عنده كل شيء زويون الصراحه. هانتوما هذه ديال الخضره، كديري البصله، ديري المهم البطاطا، وديري هذا الثومه زوينه، هذه كتحط في الكوزينه. هنا راه ما فيلميتش قلت حتى المره اخرى ان شاء الله ونرجع. وهنا البنات راني مشيت لكوغا، مشيت على اساس باش ناخذ غير الحوت من كوغا،
ومشينا هكا نشوفوا شنو كاين وتشسي، شوفوا التليفونات البنات شحال فنين. ولدي باغي تليفون، رحنا عي كنشوفو هاد الساعة. ما عرفش اش غناخدو ليه ولا لا، بغا هاد الايفون 12. او فوالا البنات، خليكم مع لا فيديو، ما تمشيو فين. فوالا البنات، هنا راني دخلت جبت معايا نيت السردين من كورا. فوالا كيف ما كتشوفوا، انا درت قزبره معدنوس، الثومه درت فيها العطريه كلها ديال الحوت، درت المهم شويه الكمون، شويه البزار، شويه الملحه، شويه الخرقوم، التحميره، وفوالا وطحنت كل شيء وزدت عليه شويه زيت وشويه الحامض. وفوالا دابا كنعمر في السردينات ديالي. انا السردين البنات راه ما كنقليهش، الحوت تقريبا كله ما كنقليش، انا هنا غنعمرهم وغادي نديرهم في اللاطة ونزيد عليهم شويه الزيت البلديه وشويه طومات سويز وندخلهم للفران. غير هما ما تخليهمش بزاف البنات في الفران باش ما ييبش الحوت، غير شويه وخرجوه هكا، راه ما كيجي صراحه زوين وناشف ولذيذ. هنا راني عمرات لي لاطا وبقى لي الحوت، قلت صافي الله يجعل البركه اليوم. وهنا هذيك الشرميله اللي بقات لي راني زدت عليها لي طوماط سويس، شرملتهم نيت في هذيك الشرميله وغنديرهم من الفوق وندير الزيتون وصافي. ودخلوهم البنات هكا الفران، خليه غير واحد ربع ساعه صافي وخرجوه، لان الحوت راه غير كيسخن راه كيطيب. هنا البنات ندير واحد الكيش بالزربه، هنا درت جوج بيضات، درت شويه القزبر، شويه القزبر مازال ما درتوش هنايا، درت شويه القزبر ومعدنوس، درت الهريسه، درت خيز ومحكوك، درت كورجيت محكوكه، شويه لاكريم فريش، والعطريه درت شويه البزار وشويه الملحه وشويه التحميره وصافي. صافي وغادي نديرها في لاباط وغادي نديرها طيب، اسهل ما يكون. هنا البنات جيت نصيب البريوات، انا ديما تنقول البريوات هما راهم السيجار، انا اكثريه ندير سيجار تيجيني ساهل وكيجي كيتصايب دغيا. مهم هنا راه البنات درت شويه البصله مهم شلضه، درتها تشحرات، زدت عليها شويه ديال الخيز وشويه الكورجيت، وزدت عليها الدجاج طريفات ديال الدجاج مقطعين، وزدت على قزبر معدنوس، ودرت العطريه كيف العاده، زدت شويه الهريسه، اليوم راه درت كلشي حار كلشي فيه الهريسه. وفرا كنعمرها البنات في السيجار، وكنحط هاد الورقه هادي خديتها الصراحه من هذا من لي دوغ برايس، خايبه البنات ما ننصحكمش بها، هادي المره الاولى والمره الاخرى نشريها واقفه، واخا كديري لها الزيت كتبقى واقفه. المهم كنديبانيو بها وصافي باش ما نمشيش حتى لعند العرب نجيب الورقه، هذه لقيتها حدايا خديتها وصافي. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا، نخليكم مع فيديو.
وهنا البنات درت شويه ديال الباربه اللي ديجا مسلوقه، زدت عليها واحد شويه السكر وزدت عليها الليمون ودرتها الطحنات، كتجي صراحه لذيذه وزوينه ومفيده. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا هي الطويله ديال الفطور ديال اليوم، فيت في بيان في. درت واحد الشلاضه فيها مهم بروكولي، درت الخيار، درت الخس، درت مطيشه، درت شويه المكسرات، درت هذا فرماج، درت الزيتون. او فوالا كتكون شلاضه زوينه الصراحه في الفطور. والسردنات اللي درت هما هادو كيف ما كتشوفوهم، لو كيش حتى هو، والسيجار كيف ما كتشوفوا راه هو حتى هو. وفوالا البنات هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنقول لكم الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الصحاب والحباب باش تعمل فائده. وبسلامه البنات، بصحه فطوركم، على بروشان ان شاء الله.